متابعينا الاعزاء، الله يسعد اوقاتكم بكل خير. وجالس واحد في مدينه حايل، وهذا الوقت نلتقي عند اخينا الله يطول عمره ابو متعب. عرف لي على نفسك الله يطول عمره. يا هلا ابو عبد الله، الله يحييك. فرحان مطلق المسمار. الله يحييك، الله يحييك. الساعه مباركه والله. تحدث لي عن شبتك الله يطول عمرك. والله شبتنا قديمه، كانت عام 1413 تقريبا، بس ظروف العمل احيانا توقفت خبر، انتقلنا باكثر من منطقه، ويوم رجعنا استمرت الشبه، وكانت اول يومين بس، بعدين الربع والجيران يشبون فخليناه يوم واحد. واول كانت العصر، وحالحين تخبر الاجواء حاره شوي، خليناه بعد المغرب. ما شاء الله. اي والله، الله يحييكم الجميع ان شاء الله. موقعك وين الله يطول عمرك؟ والله احنا بقفار، مخطط قفار الغربي. ما شاء الله. الله الله، انا لاحظنا مجلسك الله يطول عمرك يجونك من خارج حائل الله يطول عمرك. والله نتشرف بهم، والله والله نتشرف بهم، ودنا والله ودنا بالجميع كلهم يجونا، ونسعد والله بشوفتهم بحضورهم. والله الله يطول. انت تجمع الغانمين محلك، وهذا الله يرفع قدرك. الله يرفع الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك يا الغالي، الله يرفع قدرك. وانت وانت برضه ابو عبد الله لك جهود، والله لك جهود، وانا من المتابعين لك. الله ومثل ما قلت لك البارح، واصل الله واصل. الله يعينك. الله يزاك يا حبيبي. يا ولد مع بعض الاخوان المجلس ابو متعب. هلا حياك الله، يا هلا ويا مرحبا. حميان مبارك العلوي. ونعم. نعم. ابو طارق. ابو طارق. نعم. الله يحييك. احنا مجلس ابو متعب. نعم نعم والله. نعم. نعم والله ابو متعب ما يحتاج الحسي عنه او الكلام عنه. ابو متعب ما قال مجمع الطيبين. أيوة. ورجال الطيبين كلهم عنده. وانت متعني جاي لك من ديره وادي؟ لا والله قريب، بعد الحين بالوادي بهذا. لا ديرتك نص داعيه. الله نص داعيه البرمان. الله الله. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. ديرتي دير هو واحد جنب بعضنا انا وياه، كنا ديرتنا هنا على ما شاء الله. حياك الله. حياك الله. يا هلا يا هلا. نلتقي مع بعض الاخوان. مساكم الله بالخير. انا مجلس ابن مسمار، والله نعم. معكم طير مرزوق التريباني. الله يحييك كل ثلوث بحي الودي. لي الشرف يا ابو عبد الله من يسمع. وان شاء الله اني بمشيئه الله. ابى اقول بيتين. مطير يبتي يبي حايل، يبي الديار الشماليه، يبي يجي حايل بعصريه، يمشي فوق الميه. واعذرونا ترى والله ما انا شاعر. اي والله. اي والله. اي والله. يا حبيبي كنت والله بالرياض. ايوه. وهذه حصلت عليها اجازه يومين. كلمت الضابط، والضابط قحطاني الله يذكره بالخير، مدو حي ولا ميت. قلت مطير يبتي يبي حايل، يبي الديار الشماليه، يبي يجي الحبيب عصريه، يمشي فوق الميه. واعطانا قحطاني يومين. قلت يومين هذه ما تسوى. اي قال تدري علشانك يا التريباني اسبوع. اي والله. ولا انا شاعر، اعذرونا والله. اي والله يا الله يطول عمرك ابو مهند. ما شاء الله. الله. اي والله شكرا لك الله يطول عمرك ابو مهند. شكرا. ابو فايز. يا هلا ابو عبد الله، الله يعافيك ويستر عليك ويوفقك. محمد بن عازي الخوشي. حنا مجلس ابو متعب الله يعافيه بن مسمار. والله المسمار هم ربعنا من العيان، وهم طال عمرك نفتخر بهم والله. وعمه طال عمرك عندنا، طال عمرك نفتخر به. سبيتان ابو خالد له بيت طال عمرك ومضيف، وزارها الامير مقرن وانا معه طال عمرك. هذا طال عمرك يم جبله له بيت طال عمرك مضيف، وكلها النشامه تطبه. والله عز لا البعيد والقريب. الله يوفقه ويجزاه خير ابو خالد الله يرحمه، ندعي له بالرحمه. وخالد بعد لحيت غانم ولده، والحر ما يعجب الله حر، وهذولا عقب حرار ارحامي. والله نعم بهم ونعم بالجميع والله. وهذولا ربعي، هذولا مر المسمار ارحام لي، والعليان كافه بعد ارحام لي. اي والله. وعندنا سبيتان رحمه الله عليه، والله انك من تطلع 30 كيلو وتشوف بيته معوشره. اي والله الله يرحمه. وزارها الامير مقرن وجاه بيته، وجيت انا الله يرحمه. وكل الحوات الغانمه بيته بيوت لهم، الله يوفقه ويعافيه ويجزاه خير ويوفقه ان شاء الله. احنا وياه. شكرا لك. أيوة. محمد الخمشي الله يطول عمرك. يا هلا يا هلا بالابتسامه. يا هلا بك. انا معك شادي حمود الشمري وعلياني ابو متعب، هو اللي يجمعنا على ما قال الحوات الغانمه اللي مثلكم وشرباكم.
ويخلي له عياله وهو مجمع للطيبين ونجيه دائما اي وقت نجيه الله يغنيه ويسلمه. ودنا لو تشرفوننا مثل ما قلنا من شويه محلنا انتم ابو عازي للزياره. الله يسلمك ويعافيك، مع السلامه. يا هلا والله شايم سعود الشطي ما عليك سعود الله يجزاك خير. احنا مجلس ابو متعب يكلم ابو متعب والله ونعم ولد العم على ما قالوا ويشرف على ما قالوا مجلس عامر ودايم هو مجمع للرجال والضيوف الله يعافيه يجزاك خير. عشت الله يعافيك. يا هلا مساك الله ممدوح مني فلوي ونعم مالك زود مالك زود والله انا جاي من الصدعية عند الخاء ونعم ما شاء الله خالي فرحانة المطرقة نسمع اي والله ونشوف هالوجهة الطيبة وهذه من ملذات الدنيا اللي اي والله تواجه كام وتعرف علي كام إيه. وانت يا حسيني لازم تجينا ان شاء الله من لك على ما قال اي والله يا من الصدعية يا من الرمان هنا ان شاء الله ان شاء الله الله يحييك اي والله الله يحييك والله انا نافع الله يستر عليك طوله ويجزاك خير حياك الله يا عبد الرحمن عياد المسمار ما عليك زود والله ما نزود على الربع كفو ووفو ما شاء الله تسامحك يا حبيبي الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك يا هلا هلا فيك يا مرحبا شلونك عرفنا على الناس متى فرحانة مسمار معك احنا من اليوم جالسين وانت اللي تدور على بالقهوة والعلبة الطيبة والله تستاهلون والله يا طويل العمر ايوه تنبيته ابو متعب ونعم الحمد لله الله يجزاك خير شكرا للرمان يحضرون عندكم ويجون نقول والله تشرفونا وحياكم الله كل سبت ان شاء الله عند الوالد نشوف الجهة الطيبة مثلك شرواك ان شاء الله عمرك يا حبيبي حياك والله ما شاء الله وهذا المجلس مجلس ابو متعب مدينة حايل حي قفار كان مجلس مفتوحة في هذا المحل المبروك الى لقاء اخر ومتابعة ان شاء الله مجلس ثاني نسأل الله ان يحفظ الجميع